تعزيزا لدور المرأة في الحياة السياسية ودعما لوصولها إلى مراكز القرار، استضافت لائحة لبنان حرزان سيدات من بيروت ومختلف المناطق إلى حفل غداء أقامته على شرفهن بحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي ورئيس اللائحة فؤاد مخزومي. نحن كلائحة تبنينا عدة شغلات. أول شيء نحن رافضين، نحن كل الكلام ومي لما طلعت على المجلس النسائي الوطني، الهيئة الوطنية، كلهم الرؤساء وعدوهم للهيئة انه الكوتا النسائية ما بيمر قانون انتخاب هلأ الا بالكوتا النسائية. طب الا بنسمع هالكلام من 92، من 92 بنسمع بالكوتا النسائية. طب معقولي بخلال 26 سنة ما تغيروا؟ لانه معقولي بالاخر ما مرقناها الكوتا النسائية؟ هذا واحد. اثنين، عنا مجلس نواب من 128 ست. نحن اول لائحة اعلنا انه عنا سيدتين موجودين باللائحة، وعلى أساس العالم بلشوا يتبيروا، في ناس أخذوا حدا أخذوا اثنين، بس بالممارسة نحن نؤمن بدور المرأة. مشان هيك لما رشحنا شخص على مجلس البلدية رشحنا هدى قصته، لأنه بنعتبر أنه ما فينا نحكي بدنا فعليا لما بيكون في إمكانية ندفش المرأة بالمحل الصح. ورأى مخزومي أن لبنان يستحق مجتمعا يعطي المرأة حقها أسوة بالرجل ويمكنها من المشاركة في المواقع القيادية الاقتصادية والسياسية وخصوصا في مجلس النواب.